هنبدأ من الحلقة رقم 18 اللي هي بعنوان التنبؤ بالطلب. فلو حد ليه أي سؤال أو أي استفسار قبل ما نبدأ يتفضل. الحلقة الأولى نظري والحلقة الثانية فيها جوانب كمية ورياضية. لو حد ليه أي سؤال أو أي استفسار قبل أن نبدأ في اللقاء الحي. طبعا انتوا ارسلتوا للدعم الفني بخصوص تفعيل المنتدى بالنسبه لكم، لان انا مش شايف اي رسائل بتجيلي في المنتدى منكم. يعني واضح ان اتاحه الفرصه ليكم للرد او ارسال رساله لا زال غير متاح. رجاء ترسلوا للدعم الفني، في العماده بخصوص تفعيل المنتدى. طيب ابعتي يا خلود، ابعتي رسائل الدعم الفني، لان احنا لما بنبعت احنا بنقول بيردوا علينا يقول دي مشكله خاصه بالطلاب والطالبات هم اللي يبعثوا. لما انا ببعت واقول ما فيش رسائل وكلام من ده بيردوا علينا دي مشكله خاصه بالطلاب والطالبات، لازم هم اللي يرسلوا. طيب تمام ان شاء الله ربنا يسهل ويتحل. هي مشكله تقنيه، يعني بتحدث كل فصل، مشكلة تقنية بتحدث كل فصل، ولكن الفصل ده اتأخرت شوية في الحل. احنا هنبدأ من الحلقة رقم 18 وعليكم السلام. هنبدأ من الحلقة، ما زال برضو الإخوة والأخوات بيدخلوا، هننتظر لبعض الوقت ما فيش مشكلة. هنبدأ من الحلقة رقم 18، والحلقة رقم 18 بعنوان التنبؤ بالطلب. كده أعتقد إلى حد كبير أهلا بكم جميعا. دخل الإخوة والأخوات اللي هم معتادين حضور اللقاءات الحية. تمام. تعالوا نشوف بقى الحلقة 18، وهي حلقة نظري ما فيهاش مشكلة. الحلقة 18 بعنوان التنبؤ بالطلب. دي هنبدأها حضراتكم من طرق التنبؤ بالطلب. يمكن تصنيف طرق التنبؤ بالطلب إلى الأنواع التالية. ألف، الطرق غير الرسمية للتنبؤ بالطلب. وهي طرق لا تعتمد على منهج محدد يمكن للأشخاص استخدامه، ولكنها تقوم على البديهة وسرعة الفهم وفكرة التوقع. باء الطرق الرسمية للتنبؤ بالطلب، وهي التي تعتمد على منهج محدد يمكن للأشخاص استخدامه. وتصنف الطرق الرسمية للتنبؤ بالطلب إلى نوعين هما: واحد، الطرق الوصفية للتنبؤ بالطلب، وهي تستخدم عادة في عمل التوقعات طويلة الأجل، وعندما لا تتوافر البيانات التاريخية عن أرقام الطلب السابقة على المنتج، أو عندما تكون هذه محدودة. ومن أمثلة الطرق الوصفية للتنبؤ بالطلب آراء الخبراء، آراء رجال البيع، استقصاءات المستهلكين، وطريقة دلفي. اثنين، الطرق الكمية للتنبؤ بالطلب. تعتمد الطرق الكمية للتنبؤ بالطلب على البيانات التاريخية عن الطلب كأساس لتقدير الطلب المستقبلي، أو من خلال إدخال عناصر أخرى خارجية في التحليل. وتصنف الطرق الكمية للتنبؤ بالطلب إلى نوعين هما: تحليل السلاسل الزمنية دي أول حاجة، وهي أبسط الأساليب الكمية، وتصلح فقط للتنبؤ قصير الأجل جدا، ويرجع ذلك إلى أنها تفترض ثبات الكثير من المتغيرات الخارجية المحيطة، ولا ينصح باستخدامها في ظل ظروف التغيرات الدائمة على مستوى الصناعة أو على المستوى القومي أو في تحليلات الأجل الطويل. ومن أمثلة الأساليب التي تعتمد على تحليل السلاسل الزمنية: أسلوب المتوسط المتحرك البسيط، أسلوب المتوسط المتحرك المرجح بالأوزان، أسلوب التمهيد الأسي، وطريقة خط الاتجاه العام. وتفترض كل أساليب تحليل السلاسل الزمنية أن الزمن هو المتغير المستقل دائما. أن الزمن هو المتغير المستقل دائما.
تاني حاجه بقى في الطرق الكميه اللي هي تحليل العلاقه السببيه، تحليل العلاقه السببيه. وعاده ما تكون الاساليب التي تعتمد على تحليل العلاقه السببيه معقده، فهي تتضمن ارقاما تاريخيه عن عوامل خارجيه من شانها ان تؤثر على الطلب على المنتج، وتستخدم هنا اساليب احصائيه اكثر تقدما، وتعد تلك الاساليب مناسبه اكثر للتنبؤ متوسط الاجل. وفي تحليل العلاقه السببيه يكون المتغير المستقل متغير اقتصادي اخر غير الزمن، متغير اقتصادي اخر غير الزمن. ده حضراتكم المطلوب في الحلقه 18، وطبعا ده كله نظري بالكامل، ما فيهوش اي مشاكل يعني. حد ليه اي سؤال او اي استفسار؟ يا ساره، الناتج ده المتغير التابع حضرتك الاخت ساره، ما انت بتسالي الناتج ده دايما هو المتغير التابع، لكن احنا بنتكلم في المستقل. دايما في التحليل السلاسل الزمنيه المستقل هو الزمن دايما، دائما تاني هو دائما في تحليل السلاسل الزمنيه المستقل هو الزمن. انت بتقولي الناتج بقى، الناتج هو المتغير التابع، لان بيتم التنبؤ بالتابع بدلاله المستقل. اتبع اي حاجه ثانيه يا ايمان، انا بتكلم برضو في تحليل السلاسل الزمنيه، انا بتكلم في تحليل السلاسل الزمنيه، المستقل دايما هو الزمن والتابع اي متغير اقتصادي اخر. اما في تحليل العلاقه السببيه مفيش زمن، في تحليل العلاقه السببيه مفيش زمن، بيبقى عندي التابع والمستقل متغيرات اقتصاديه. عشان ما تلخبطيش نفسك يا اخت ساره وتقولي الناتج، الناتج هو التابع، الناتج هو التابع. قولي متغير مستقل ومتغير تابع، لان في المفروض تكوني عارفه ان بيتم التنبؤ بالتابع بدلاله المستقل. ثاني هو يا جماعه، في السلاسل الزمنيه المستقل دايما هو الزمن والتابع متغير اقتصادي اخر، بينما في العلاقه السببيه المتغيرين ما فيهمش الزمن، ما فيهمش الايه الزمن، وبالتالي هم متغيرات اقتصاديه. طبعا عارفين الاول يعني ايه معنى متغير مستقل ويعني ايه متغير تابع. والله يا غاليه بصي، ريحي نفسك وارجعي لنماذج الاختبارات السابقه. يعني الحته اللي بنناقش فيها ديت احيانا بجيب اسئله فيها. يعني ممكن اقول لك مثلا سؤال، في تحليل العلاقه في تحليل السلاسل الزمنيه المتغير المستقل دائما هو سؤال مثلا، هتلاقيه موجود برضه في نماذج الاختبارات السابقه. ماشي، في تحليل السلاسل الزمنيه المتغير المستقل دائما هو الزمن، الطلب، المبيعات كده يا غالي، فبتختاري الزمن. مثلا ممكن اقول لحضرتك مثلا ان طرق التنبؤ التي لا تستخدم منهج معين هي الطرق طبعا غير رسميه كده. يعني انا مش عاوزك تشغلي بالك بالاسئله بقدر ما تشغلي بالك بالمعلومات، وروحي هاتي لك كده خمس ست نماذج للاختبارات السابقه هتعرفي طريقه الاسئله. ما بقولكيش ان انا هجيب من النماذج السابقه، لكن هتعرفي منهجي بالاسئله. طبعا عارفين يا جماعه طبعا يعني ايه متغير مستقل ويعني ايه متغير تابع، صح؟ ايوه، المتغير التابع هو الذي يتبع متغيراته تمام. المتغير المستقل هو السبب في تغيرات المتغير التابع، يعني ليس بالضروره السبب، عشان بس السبب دي في العلاقه السببيه يا اختي تلا، لكن تعريف حاضر حاضر. ايوه قربنا يا بشرى اهو. تعريف المستقل بلاش تقولي هو السبب في تغيرات المتغير التابع، لان هيقول لك هو السبب دي في العلاقه السببيه. طب امال في تعريفه بقى في اللي هو السلاسل الزمنيه هيكون ايه؟ فاحنا نقول التعريف بتاع المستقل هو ذلك المتغير اللي بتنبع تغيراته من ذاته. المتغير المستقل هو ذلك المتغير اللي بتنبع تغيراته من ذاته. بينما التابع من اسمه يذبح في سلوكه سلوك المستقل.
طبعا الكلام ده بيكون في موقف معين، خلي بالك الكلام ده بيكون في موقف معين، لا ولا لف ولا دوران. طب شوف يا اختي نجود، شوفي حضرتك كده اسئله الاختبارات السابقه، واذا كان فيها لف ولا دوران انا اتحداك يعني. ثاني يا اخت حنان، المتغير التابع هو ذلك المتغير الذي يتبع في سلوكه سلوك المستقل، بينما المتغير المستقل ده اللي تنبع تغيراته من ذاته. طبعا ده بيكون في موقف معين، انا باكد اهو، ده بيكون في موقف معين. يعني ايه في موقف معين؟ يعني مثلا انا دايما بقول للطلاب بتوعي مثلا في الانتظار بيبقوا قاعدين قدامي، بقول لهم في موقف الجامعه، في موقف الجامعه وانا بشرح لهم، في يا اخت غاليه بس يعني ركزي وشد حيلك بس، عشان بس رجاء يعني ما تشتتناش في مواضيع خارج المقرر، يعني ما تقلقيش والله كل حاجه واضحه، بس شد حيلك يعني. في موقف الجامعه وانا بشرح للطلاب بتوعي اللي هم المنتظمين اللي قدامي في القاعه، في هذا الموقف الاستاذ هو المستقل والطالب هو التابع، صح ولا مش صح؟ حكايه مستقل وتابع مش شتيمه يعني، اوعى تعتقدوا ان هو تابع دي حاجه وحشه يعني، اوعى تعتقدوا ان تابع دي حاجه وحشه، لا مش حاجه، هي علاقه، هي علاقه، واضحه ولا مش واضحه؟ فما فيش حاجه اسمها ده المستقل ده كويس والتابع ده وحش، لا هي علاقه بالظبط كده. طيب يبقى في موقف الجامعه سواء في التعليم عن بعد او في الطلاب المنتظمين حضراتكم، الطالب والاستاذ، الاستاذ هو المستقل والطالب هو لا 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 ما لهاش علاقه يا اختي الفاضله، ما فيش حاجه اسمها طرديه، ممكن تكون العلاقه حضرتك طرديه وممكن تكون عكسيه. المستقل بالتابع هي علاقه تاثير وتاثر، ممكن تكون طردي وممكن. طب بس خليني اكمل، انا مش عاوزكم كده تقفزوا الى نتائج، يعني مش عاوزكم تقفزوا الى نتائج، خليني بس اكمل كلامي ماشي. حاضر، يبقى في موقف الجامعه، باكد على الموقف اهو، باكد على الموقف اهو، في موقف الجامعه الاستاذ هو المستقل والطالب هو التابع، ليس بالضروره حضرتك ان هو تكون مستقل وتابع علاقه تاثير بتاثر، تاثير بتاثر دي في العلاقه السببيه، تاثير بتاثر دي العلاقه الايه السببيه. طيب خلينا بس نكمل. حاضر، ففي موقف الجامعه الاستاذ هو المستقل والطالب هو التابع، تمام عارفين ليه طبعا ماشي. بس هل الاستاذ والطالب ده مثلا لو هو محمد شاهين بيشرح للطالب السعودي ده كده، كلام افتراضي يعني، كلام افتراضي، داخل الجامعه تقولي محمد شاهين ده مستقل والطالب السعودي ده التابع، تمام داخل الجامعه. طب هل هم لو خرجوا بره الجامعه انت تضمن ان العلاقه دي موجوده، ان محمد شاهين ده مستقل وده الطالب السعودي ده التابع، ولا ممكن تتغير؟ يعني بقول لكم كلام افتراضي، كلام افتراضي، ممكن محمد شاهين جاي جديد للسعوديه ولسه مش عارف حاجه، والطالب ده مثلا جاره او كذا او كذا او كذا، فمحمد شاهين يعتمد عليه في المعلومات، والله انا عاوز اجر شقه فين؟ عاوز اشتري عربيه منين؟ عاوز السوبر ماركت فين؟ فبره الجامعه على الرغم ان هم نفس الاثنين هم بره الجامعه، بقى الطالب السعودي هو المستقل ومحمد شاهين هو التابع. مش برضه انا باكد اهو يا جماعه، مش موضوع التابع بالمستقل دي علاقه تاثير بتاثر، لكن هو حضرتك التابع يتبع المستقل دي سلوكه، ومش بالضروره العلاقه تكون طرديه. يعني احنا مثلا بنشوف حضرتك مثلا ماشي، كل ده كلام افتراضي، ممكن تقولوا مثلا ايه، احنا في اثنين اصدقاء قوي، في اثنين اصدقاء قوي، اذا شفت فلان يبقى هتشوف جنبه علان على طول. طب ما هي دي علاقة تابع بمستقل ماشي، وعلاقة تاخد الشكل الطردي. طيب وممكن يكونوا اثنين بيكرهوا بعض قوي صح؟ يقول لك المكان اللي موجود فلان فيه فلان استحالة هتلاقي فيه علان. طب ما هي ده برضو علاقة مستقل بتابع ولكنها عكسية. بالظبط، فاحنا مش عاوزين، ممكن تكون طردي وممكن تكون عكسي، وممكن ما تكونش تأثير وتأثر في حالة تحليل السلاسل الزمنية، لكن في العلاقة السلبية فيها تأثير وتأثر. وعلاقة التابع بالمستقل حضراتكم في موقف معين، في موقف معين.
وممكن تتغير باختلاف الموقف. ما هو حسب طبيعة المتغيرات يا أخت صالحة، حسب طبيعة المتغيرات. يعني أنا لو بقول لك يا صالحة مثلا، أنا هوضح لك أهو، ردوا عليهم بس، ردوا على غالية في أي صفحة. يعني ممكن حضرتك، لو أنا بقول لك حضرتك مثلا، لو أنا بقول لك متغيرين دخل الفرد والطلب على السلع والخدمات، إيه رأيك في علاقة المتغيرين دول؟ دخل الفرد والطلب على، أولا دخل الفرد والطلب على السلع والخدمات ما فيهمش زمن، يبقى دي علاقة سببية، يبقى في حاجة بتسبب حاجة، في حاجة بتأثر في حاجة. دخل الفرد والطلب على السلع والخدمات، مين المستقل ومين التابع؟ هتقولوا دخل الفرد، دخل الفرد هو المستقل والطلب على السلع والخدمات هو التابع، صح؟ دخل الفرد، دخل الفرد هو المستقل والطلب على السلع والخدمات هو التابع. طب العلاقة بينهم علاقة فردية، كلما زاد دخل الفرد هيزيد طلبه على السلع والخدمات، وكلما انخفض دخل الفرد هينخفض طلبه على السلع والخدمات. طب ممكن تكون العلاقة عكسية؟ ممكن تكون العلاقة عكسية، يعني سعر المنتج والطلب على هذا المنتج، سعر المنتج والطلب على هذا المنتج، مين بيأثر في مين؟ السعر هو اللي بيأثر في الطلب، صح؟ السعر هو اللي بيأثر في الطلب، صح ولا مش صح؟ والعلاقة ما بينهم علاقة عكسية، كلما زاد السعر هينخفض الطلب، وكلما انخفض السعر هيزيد الطلب. فاحنا في تعريفنا للمستقل والتابع، فاحنا في تعريفنا، شكرا يا أختي إيمان، فاحنا في تعريفنا للمستقل والتابع مش عاوزين نقول تأثير وتأثر، لأن تأثير وتأثر يبقى أنت دخلت في العلاقة السببية، لكن احنا عاوزين نقول مين اللي بيتبع مين في تغيراته؟ ده التابع، ومين اللي تغيراته نبع من ذاته؟ ده المستقل. واضحة؟ رد عليه واضحة؟ أما وطبعا ده كله في موقف معين، تاني هو بنكرر هو في موقف معين، في موقف معين، لأن مع اختلاف الموقف حتى مع نفس المتغيرات ممكن تتغير العلاقة، خلي بالكم مع اختلاف الموقف. شكرا يا أخت سارة. مع اختلاف مع نفس المتغيرات، يعني أنا بقول لك الطالب اللي بيشرح له محمد شاهين في الانتظام في الجامعة، محمد شاهين مستقل والطالب ده، طب يا تركي يعني أختصر، أنت شايفني طولت يعني يا تركي، يعني أقفل الكلام على كده خلاص يعني؟ يعني أنا غلطان يا سيدي، حاضر حاضر، أنا أرد رد مختصر وانتهى الموضوع، واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش. يا أختي. طب يا جماعة احنا يا 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 إخوة، بصوا حضراتكم، لا أنا مش موضوع خد راحتك، يعني حضراتكم أنا لازم أدبياً أرد على كل طالب وطالبة، صح؟ دي حاجة. ممكن الطالب والطالبة اللي بيسأل سؤال ده التاني فهمه، وبالتالي هو شايف ان يعني خلص بقى واصل انت طولت وكلام، طب انا يعني ما ردش، الحل ايه؟ ما ردش بالظبط. البنك المركزي مستقل والبنوك المحليه تابع، صح صح يا حضرتك يا اخت مو، ماشي. طيب اعتقد الصوره واضحه، حاضر اعتقد الصوره واضحه. طيب يعني احنا هنرد ان شاء الله هنرد، وان كان ده بيسبب ضيق لبعض الطلاب اللي هم فاهمين الموضوع، بس معلش احنا لازم نرد على الايه، على كل الناس. طيب نروح بقى، حد عنده اي سؤال او اي استفسار تاني؟ لان احنا عندنا حلقه كامله دلوقتي. طيب نروح بقى حضراتكم على الحلقه اللي هي 19، الحلقة 19 اللي هي بعنوان التنبؤ بالطلب، وهناخد فيها بقى اللي هي طريقة المتوسط المتحرك البسيط، ودي أول طريقة من طرق اللي بتعتمد على تحليل السلاسل الزمنية. يبقى ألف هوت، يبقى احنا دلوقتي في الحلقة 19 اللي بعنوان التنبؤ بالطلب، داخلين في ألف طرق التنبؤ التي تعتمد على تحليل السلاسل الزمنية. يبقى عرفنا أن المتغير المستقل فيها دايما هو الزمن، وهناخد واحد المتوسط المتحرك البسيط، والمتوسط المتحرك البسيط في غاية السهولة. المتوسط المتحرك البسيط في غاية السهولة. هتقولي في غاية السهولة ليه؟ أقول لكم متوسط بتجمعوا مجموعة من القيم وتقسموا على عدد، بس كده، بتجمعوا مجموعة من القيم وتقسموا على عدد بس. طبعا في أسس، طبعا في أسس، تعالوا نشوف الأسس الخاصة بالمتوسط المتحرك البسيط. طيب من أبسط الأساليب التي يمكن استخدامها للتنبؤ أسلوب المتوسط المتحرك البسيط،
وعلى الرغم من بساطة هذا الأسلوب إلا أنه أكثر أساليب التمهيد شيوعاً، وواضح من الاسم أنه يعتمد على تقدير الوسط، والوسط ببساطة هو متوسط أكثر من رقم، ويحسب بجمع هذه الأرقام ثم قسمتها على عددها. أما لفظ المتحرك هنا فيعبر عن خاصية هامة عند القياس، وهي أن الأرقام أو القيم التي تستخدم لحساب المتوسط في فترة معينة تختلف عن الأرقام التي تستخدم لحساب المتوسط في الفترة التالية لها، ولكن بينهما علاقة حسابية معينة، وهي أن جزء من الأرقام المستخدمة في فترة ما يدخل في حساب متوسط الفترة التالية. عموماً الكلام النظري ده ممكن يكون غامض بعض الشيء، ولكن العملي هيوضحه. طيب، ويمكن التعبير حسابياً عن المتوسط المتحرك البسيط كما يلي. خلي بالكم بقى القانون هو مين بار كا، طبعاً هنعرف كل حاجة بعد كده ما تقلقوش. ويمكن التعبير حسابياً عن المتوسط المتحرك البسيط كما يلي. مين بار كا بتساوي، عشان تتكسر كده، البسط فوق تاء تاء ناقص واحد زائد فاء تاء ناقص اثنين زائد نقط زائد فاء تاء ناقص نون على نون. من أول المتوسط حضرتك خدوها قاعدة كده يا جماعة، من أول المتوسط خدوها قاعدة، مين دايما ترمز إلى المتوقع وفاء دايما ترمز إلى الفعلي، مين متوقع فاء فعلي. طبعا عارفين إيه الفرق ما بين الطلب المتوقع والطلب الفعلي، صح؟ عارفين إيه الفرق؟ الطلب المتوقع بيكون لفترة مستقبلية أنا لا أعلمها على وجه اليقين فبتوقع، بينما الطلب الفعلي لا يتم تحديده إلا بانتهاء الفترة. يعني إحنا يعني لما نتكلم مثلا كده على 2018 هتقولي 2018 دي انتهت، هتلاقي في 2018 فيها طلب متوقع أو كان متوقع وفيها طلب فعلي، مين ترمز للمتوقع يا ليلى؟ مين دايما ترمز للمتوقع وفاء فعلي؟ طبعا الفترة اللي انتهت انا جايلك يا رانا حاضر لسه هنعرف الرموز كلها، ده انا بعرف التعريف عام ما تقلقيش، انا بعرف التعريف عام ما تقلقيش. حاضر، يبقى في حاضر في كل التنبؤ والطلب، في كل التنبؤ والطلب مين متوقع فاء فعلي. طيب يعني ايه مين متوقع؟ طبعا 2019 لما اتكلم عنها ما اتكلم عنها متوقع بس، صح؟ لأن يعني 2019 ما انتهتش، 2019 هتكلم عنها متوقع بس. طب 2018؟ لا، 2018 هتلاقي فيها متوقع وفيها فعلي. 2018 فيها متوقع وفيها ايه فعلي؟ فيها متوقع، كنا في بداية 2018 بنتوقع، تمام، او في نهاية 2017 بنتوقع الطلب في 2018، وفيها فعلي لان هي انتهت بالفعل. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب تعالوا بقى نشوف معنى الرموز اللي موجودة في المعادلة المتوسط المتحرك البسيط. والمعادلة بسيطة ما فيهاش أي حاجة، لما هنطبقها هتوضح أكتر، تمام. يبقى مين بار تاء؟ مين بار تاء ده الطلب المتوسط المتوقع للفترة تاء. الشرطة اللي فوق المين دي يعني بار، الشرطة دي هي المتوسط. مين بار تاء؟ حيث مين بار تاء الطلب المقدر للفترة تاء. تقول عليه الطلب المتوقع أو الطلب المقدر، هي الطلب المقدر هو الطلب المتوقع، بس الفعلي ملوش غير اسم الفعلي، لكن المتوقع يقولوا عليه شوية متوقع يقولوا عليه شوية مقدر، مش قضية. طيب، يبقى حيث مين بار تاء الطلب المقدر للفترة تاء أو المتوقع للفترة تاء، فاء أهو الطلب الفعلي للفترات السابقة للفترة تاء، دي فاء لأن هي موجودة في القانون، فاء تاء ناقص واحد زائد فاء تاء ناقص اثنين زائد نقط زائد فاء تاء ناقص نون، وبالتالي هو طلب فعلي للفترات السابقة للفترة تاء. طبعا الفترة تاء دي اللي أنا عاوز أتنبأ بالطلب لها. نون عدد الفترات المستخدمة في حساب المتوسط المتحرك البسيط. طب مين اللي بيحدد نون؟ هو هيحدد لك نون في المعطيات. طب إذا ما حددش نون في المعطيات بناخد جميع المشاهدات زي ما هنشوف في الحل. على فكرة القانون مش هيوضح إلا بالحل، خلي بالك القانون مش هيوضح إلا بالحل، تمام يا دكتور. وبعدين تاء طبعا دي الفترة المراد التنبؤ بالطلب لها، يبقى القانون الثاني هو مين بار تاء بتساوي شفة كف البسط فوق فاء تاء ناقص واحد زائد فاء تاء ناقص اثنين زائد نقط زائد فاء تاء ناقص نون على نون، حيث مين بار تاء الطلب المقدر للفترة تاء، فاء الطلب الفعلي للفترات السابقة للفترة، ونون عدد الفترات المستخدمة في حساب المتوسط
المتحرك البسيط، وتأتي عباره عن الفكره المراد التنبؤ والطلب ده. طب احنا هنخش في مساله دلوقتي، بس انا باكد عليكم طبعا اي قانون ممكن اسالكم في صياغه القانون ضبط ومقام، وممكن اسالكم في معنى رموز القانون، وممكن طبعا اسالكم في تطبيق القانون بالارقام. خلي بالكم، يبقى احنا لازم نكون عارفين القانون كصياغه، لازم نكون عارفين القانون كصياغه، وممكن اكون عارفين ولازم نكون عارفين القوانين كمعنى رموز، وممكن طبعا لازم نكون عارفين القانون كتطبيق. تمام، تعالوا بقى نشوف المثال. المثال باستخدام ارقام الطلب الفعليه. خلي بالكم بقى، هو بيقول لي ارقام الطلب الفعليه يعني دي فاء، صح؟ طيب يا اخ محمد، يعني انت احنا الحلقات التلفزيونيه المسجله، و يعني اعمل سكرين شوت هتلاقيه مكتوب، لان هو كتابته حضرتك في حاجات سبسكريبت، اللي هي حاجات اللي هي الحروف لاسفل، فدي حاجات صعب كتابتها على البرنامج هنا. روح للحلقه حضرتك هتلاقيه في الحلقات التلفزيونيه، وخد سكرين شوت بيه، مفيش اي مشاكل. ماشي؟ مش لن تواجه اي مشاكل، ولما نطبقه دلوقتي لن تواجه اي مشاكل ان شاء الله. فالمثال بيقول ايه؟ بيقول لي باستخدام ارقام الطلب الفعليه، يبقى دي فاء، تمام. باستخدام ارقام الطلب الفعليه بالوحدات المتوفره عن احدى السلع خلال الخمس سنوات السابقه مستخدمه طريقه المتوسط المتحرك البسيط المطلوب. طيب، وبعدين يديني جدول بقى في السنه من 2004 الى 2008، السنه 2004 2005 2006 2007 2008، ومديني الطلب الفعلي هو قال لي بالوحدات 24 46 84 44 26. ماشي؟ طيب تمام. بيطلب ايه بقى في المطلوب؟ اول حاجه احسب رقم الطلب المتوقع للفتره السادسه باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك. طب نجاوب على المطلوب ده الاول. رأي المطلوب الثاني بيقول في نهاية عام 2009 اتضح أن رقم الطلب الفعلي 50 وحدة، احسب رقم الطلب المتوقع لعام 2010. طيب نشوف المطلوب الأولاني، نجاوب عليه. بيقول إيه؟ هو إداني مشاهدات فعلية للطلب بالوحدات لمدة خمس فترات من 2004 إلى 2008. تمام؟ يبقى عندي زمن ممثل في سنة وطلب، تمام. فبيقول لي احسب رقم الطلب المتوقع للفترة السادسة. يعني ايه الفترة السادسة؟ يعني عام 2009، صح؟ يعني ايه الفترة السادسة؟ يعني عام 2009، صح؟ وقال لي كمان ايه؟ باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك، تمام. طب انا لما احسب الطلب المتوقع للفترة السادسة اللي هي 2009 باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك، تمام، هل اخد احدث ثلاث فترات في السلسله ولا اقدم ثلاث فترات؟ مين الاوقع؟ ايه الاوقع ان انا اخده؟ احدث ثلاث فترات ولا اقدم ثلاث فترات؟ الاوقع الاحدث، صح؟ اه طبعا طبعا الاوقع الاحدث. طب انا عاوز الطلب المتوقع لعام 2009، يبقى تاخد طلب 2008 زائد طلب 2007 زائد طلب 2006 وتجمع الثلاثه دول وتقسم على ثلاثه، الثلاثه دي ايه؟ عدد الفترات. تمام كده؟ تمام كده؟ يبقى نروح بقى حضراتكم هو في الحل، نروح في الحل واحد بتطبيق معادله المتوسط المتحرك البسيط يتضح ما يلي. مين بار 2009؟ لان تاء هي بتاعه 2009، صح؟ تاء دي بتاعه 2009، يبقى مين بار 2009؟ طيب بتساوي، خلي بالكم بقى، هرجع فعلي تاء ناقص واحد، يعني 2009 ناقص 1 يعني 2008 زائد فاء تاء ناقص 2 يعني 2009 ناقص 2 يعني 2007 زائد فاء تاء ناقص 3 يعني 2009 ناقص 3 يعني 2006. وقف عند كده لان هو قال لي باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك، صح؟ هقف عند كده لان هو هقف عند تاء ناقص 3 لان هو قال لي باستخدام ليه يا لمياء؟ ده انا بقول لك هو مديك جدول. هعيد، حاضر يا لمياء، هو مديك جدول في بيانات عن خمس فترات من 2004 ل 2008، حلو؟ خمس فترات، وبيقول لك هات الطلب المتوقع للفتره السادسه،
لا الفترة السادسة اللي هي 2009، وقال لي باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك معايا يا لمياء، يا وقت لمياء معايا حضرتك، وقال لي حجم الطلب المتوقع لعام 2009 او للفترة السادسة اللي هي عام 2009 يعني باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك. فطبيعي ان انا اخد احدث ثلاث فترات، طبيعي ان انا اخد طبعا يعني ايه الاقرب ل 2000، ايه اقرب ثلاث فترات ل 2009؟ هتقولي لي 2008 2007 2006، هجمع الطلب بتاعهم دولت واقسم على ثلاثه، ثلاثه دي ايه؟ عدد الفترات. واضح يا رامي؟ هو عاوز 2009 باستخدام ثلاث فترات، تمام؟ فهاخد احدث ثلاث فترات بالنسبه ل 2009 اللي هم اللي هو ايه اللي معطى؟ الثلاث فترات معطى يا خلود. اه هو بيقول لك حكي الطلب هتيجي الطلب المتوقع للفتره السادسه اللي هي 2009 باستخدام ماشي، ما هي السته في السلسله، ما هي السلسله خمسه يا اخت النجوم، يا اخت السلسله خمسه. فهو بيقول هات الطلب المتوقع للفتره السادسه لما تعدي في السلسله الخامسه من 2000، لان هو قايل لك باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك في المطلوب يا غاليه، مش هو قال لك باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك؟ تمام، انا ماشي على كلام. تمام، واضحه يا جماعه ولا مش واضحه؟ واضحه. طب الحمد لله الحمد لله. يبقى حضراتكم هو الحل بتطبيق معدل المتوسط المتحرك البسيط يتضح ان مين بار 2009، لان انا بتنبأ ل 2009 بناء على طلبه الفتره السادسه، ماشي، بتساوي ف 2008 زائد ف 2007 زائد ف 2006 اللي هو الفعلي بتاع 2008 و2007 و2006 على نون اللي هو عدد المشاهدات الداخله في حساب المتوسط اللي هو 3. جبت من الجدول 26 زائد 44 زائد 84 على 3، طلعت 51.33% وحده تقريبا. هل فيها اي مشاكل الاخوه والاخوات؟ هل فيها اي مشاكل؟ طبعا انا ما اعتقدش ان فيها مشاكل، ما اعتقدش ان فيها مشاكل، صح؟ طيب كله سهل سهل. طب لو خلينا في النقطه دي قبل ما اروح للمطلوب الثاني. لو قال باستخدام فترتين متوسط متحرك، لو قال باستخدام فترتين بس، فترتين بس، يبقى هاخد 2008 زائد 2007 على 2 بالظبط كده. طب لو قال 4 يبقى هاخد 2008 زائد 2007 زائد 2006 زائد 2005 على 4. طيب لو سكت هتاخدوا جميع مشاهدات السلسله على عددها. لو سكت ما قالش وممكن ما يقولش، خلي بالكم انا ممكن ما اقولكوش في الاختبار، ممكن اقول لك احسبي المتوسط المتحرك او الطلب المتوقع للفتره التاسعه، للفتره اسف السادسه في المثال ده، يعني اقول لك احسبي الطلب المتوقع للفتره السادسه واسكت، تاخدي جميع المشاهدات. ما هو النص واضح يا سمسم، يا ساوس المطلوب النص واضح، المطلوب هيقول لي حساب الطلب المتوقع للفترة السادسة. لو حساب الطلب المتوقع للفترة السادسة نقطة، يعني أنا ما حددتش عدد المشاهدات، يبقى تاخدي كل المشاهدات وتقسمي على عددها. هما في المثال ده كان خمسة، تجمعي الخمسة وتقسمي على عددها. ولو قلت لك حساب الطلب المتوقع، بالظبط حساب الطلب المتوقع للفترة السادسة باستخدام فترتين، يبقى نقسم على أحدث اثنين ونقسم على اثنين. باستخدام ثلاث فترات يبقى احدث ثلاثة ونقسم على ثلاثة. باستخدام أربعة يبقى ناخد احدث أربعة ونقسم على أربعة. واضح ولا ها؟ حد عنده أي مشكلة في الصوت يا جماعة؟ أه طبعًا ناخد الأحدث دايمًا، أه طبعًا 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 ناخد الأحدث دايمًا، لأن المستقبل هو قريب للأحدث وليس للأقدم. صح ولا مش صح؟ المستقبل قريب للأحدث وليس للأقدم. لا لا تحت امرك تحت امرك. طيب تعالوا بقى حضراتكم اللي ايه اللي المطلوب، خلي بالكم بقى للمطلوب الجاي، ركزوا بقى معايا لو سمحت، ركزوا معايا. احنا جبنا الطلب المتوقع للفتره اللي هي السادسه اللي هي 2009 51.33%. طيب في المطلوب الثاني بيقول لي ايه؟ ركزوا بقى معايا، ركزوا معايا. في نهايه عام 2009، على طول كده الطالب او الطالبه الشطاري اللي زيكم كده، ساعه ما يقول في نهايه عام 2009 يبقى هيكلمني فعلي، صح؟
في نهاية عام يبقى فعلي، هيكلمني فعلي صح؟ ردوا علي صح؟ صح. تعالوا بقى حضرتك في نهاية عام 2009، واحد يقول لي إيه بقى؟ وبعدين ها؟ اتضح أن رقم الطلب الفعلي، الفعلي فاء ل 2009، فاء للفترة السادسة 50 واحد. فبيقول لي احسب رقم الطلب المتوقع لعام 2010. واحد يقول لي ازاي يا دكتور هو مديني 50 ل 2009 وانا مطلع 2009 51 و33%؟ اقول لكم اللي انا مطلعه ده متوقع، اللي انا مطلعه ده متوقع، اما المعطى فعلي، اللي انا مطلعه متوقع اما المعطى فعلي، وليس هناك ضرورة حتمية ان الفعل يساوي المتوقع. لا يا سارة، المطلوب الثاني هو امتداد للاولاني. يا سارة يا سارة، المطلوب الثاني هو امتداد للاولاني، يعني همشي على ثلاثة برضه. تمام تمام. يبقى حضراتكم دلوقتي اوعوا تقولوا ده اصل احنا مطلعين 51 و33% ل 2009، ده متوقع. اما المعطي عندكم فعلي، وليس هناك ضروره ان الفعل يساوي المتوقع. ممكن يساويه على فكره، خلي بالكم، يعني ممكن ينص على الفعلي 51 و33%، ممكن ومساوي للمتوقع، مفيش مشكله. يعني هما لما بيقولوا توقع لدرجات الحراره غدا، هل بالضروره الفعلي بكره لازم يكون مساوي؟ هل بالضروره؟ ممكن يزيد، ممكن يقل، ممكن يساوي، صح؟ ممكن يزيد، ممكن يقل، ممكن ايه يساوي. امشي على النص يا تركي، يا تركي امشي على النص. اهو هو بيقول لك اهو في المطلوب الثاني، في المطلوب الثاني في نهايه عام 2009 اتضح ان رقم الطلب الفعلي، خلاص ده الفعلي بتاع 2009 بالظبط. بالظبط يا اختي نجود، صح صح. يعني احنا هنزود على الجدول خانه سادسه، هنزود على الجدول خانة سادسة لعام 2009 ونحط فيها كام؟ 50. تمام. وبعدين نحسب الطلب المتوقع للفترة العاشرة، للفترة 2010 آسف، نحسب الطلب المتوقع للفترة لعام 2010 اللي هي الفترة السابعة. طب مين؟ لا لا يا 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 رنا، احنا اللي في الجدول ده الفعل يا رنا 50 معطى، اما اللي انت طلعتيه 51 و33% ده متوقع. يا جماعه اللي في الجدول ده فعلي، اللي في الجدول ده فعلي، تمام 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 يا اخ احمد. بيقول لكم الاكشولي اللي هو الفعلي، والاكسبكتد اللي هو الايه المتوقع. تمام بالظبط بالظبط. فانا عاوز دلوقتي، طيب ما هو يا اخت ريم احنا ماشيين 3 سنين برضه، هو عاوز المتوقع ل 2010 واداك الفعلي 2009، تبقى هتاخدي 2009 زائد 2008 زائد 2097 على 3، لان احنا لسه ماشيين على 3. لا لا، المطلوب الثاني هو امتداد الاول يا ندى، يا اخت ندى، المطلوب الثاني هو امتداد الاول، احنا ماشيين على 3. عادي، وحتى لو الفعل مساوي للمتوقع يا عائشه مش قضيه. يا جماعه بصوا حضراتكم، الفعل ممكن يساوي المتوقع، الفعل ممكن يزيد عن المتوقع، الفعل ممكن يقل، ايه المشكله يعني؟ امشوا على المعطيات، امشوا على المعطيات. تمام تمام. فنروح بقى للاجابه على المطلوب الايه؟ الثاني، للاجابه على المطلوب الثاني اهو. 2، بتطبيق معادله المتوسط المتحرك البسيط يتضح ان مين بار 2010 بتساوي فاء 2009 زائد فاء 2008 زائد فاء 2007 على نون اللي هو 3، 50 اللي هو ادهرنا في المعطيات وزودنا بيها الجدول، زائد 26 زائد 44 على 3 بتساوي 40 واحد. خلي بالكم بقى حضرتك، هو ايه اللي حصل؟ خلي بالكم بقى، ركزوا بقى معايا في الحته دي عشان ممكن تتسالوا برضه فيها نظري على فكره. ازاي يعني؟ مش ده اسمه متوسط متحرك بسيط، صح؟ متوسط عشان عارفين يا دكتور مجموعة من القيم على عددها. طيب بسيط متحرك معناها ايه؟ خلي بالك اهو بقى الكلام اللي احنا عاوزين نركز فيه، متحرك معناها ايه؟ متحرك معناها
عندما تظهر مشاهدة فعلية جديدة، فعلية لا مش بالأوزان يسار، اللي بالأوزان دي ما بتدوسوش خالص يا يسار، اصبر بس عليا ماشي، خلي بالك اهو تاني اهو. الفرق ما بين المطلوب الأول والتاني يوضح لك إن هو ده المتحرك. يعني إيه متحرك؟ عندما تظهر مشاهدة فعلية جد... لا فعلية زي ما ظهرت الفعل بتاع 2009 كده، نعمل إيه؟ نسقط أقدم المشاهدات. طبعا لما جينا نحسب المتوقع ل 2009 كان داخل فيه 8 و7 و6 صح؟ طب لما ظهرت 2009 وعاوزين نحسب المتوقع ل 2010 دخل فيه 9 و8 و7، يبقى اسقطنا 2006 ودخلنا 2010. يعني احنا بنحدث البيانات دايما بتاعتنا. برافو عليكم. ايوه دايما بنعمل ابديتنج، كل ما تظهر مشاهده فعليه جديده بنحدث، كل ما تظهر مشاهدة بنحدث. طب بنحدث ازاي يا دكتور؟ نسقط الاقدم، نسقط الاقدم وندخل الجديده. يعني احنا اسقطنا 2006 صح ولا مش صح ودخلنا 2010. تمام يا خلو. يبقى انا حضراتكم ممكن اجيب لكم في الاختبار تعني كلمه متحرك في اسلوب المتوسط المتحرك البسيط اسقاط اقدم المشاهدات ولا احدث المشاهدات؟ اسقاط الاقدم طبعا، بنسقط الاقدم. ايوه بنسقط الاقدم. عشان كده سميناها بقى لحضراتكم ايه بقى؟ سيمبل موفينج افريج، متوسط متحرك بسيط. متحرك يعني مش ثابت، كل ما بتظهر مشاهدة جديدة نسقط الأقدم وندخل مكانها أحدث المشاهدات، وده المتوسط المتحرك البسيط. لو طلب 2011 يا هيا لازم يديني الفعل بتاع 2010. هيا بتقول لو طلب 2011 لازم يديني الفعل بتاع 2010. خلي بالك يا هيا الفعل لازم يكون معطى، لأن الفعل الطالب ما بيجيبوش، لأن ده جاي من سجلات المنشأة. بالظبط يا فاطمة، برافو عليك. ما هو لما هيطلب 2010 هشتغل على 11 و10 و9. لا بص حضراتكم، الفعل لازم يكون معطى، الفعل لازم يكون معطى. اما انت كطالب ما بتجيبش الفعل، لان الفعل ده جاي من سجلات المنشأة. الفعل لازم يكون معطى، واضحة؟ طبعا بفضل الله انتهينا من المطلوب في هذا اللقاء الحي، وان شاء الله ما احنا بنتابع من الملخص يا صار، توقعوا على الله. خلاص تصبحوا على خير جميع الاخوه والاخوات، انتهينا من اللقاء الحي ونلتقي غدا على خير ان شاء الله في موعد الغد اللي هو يوم الثلاثاء الساعه 8 وربع مع حلقتين جداد في الإنتاج والعملية. شكرا لكم. العفو يا فندم، العفو. تصبحوا على خير جميعا.